بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد في هذه الحلقه نتكلم عن الوحدة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. نعم الوحدة الإبراهيمية التي تأتي في سياق الوحدة الإنسانية والعالمية التي ينادي بها القرآن الكريم والذي أسس بآياته الكريمات لها منظومة كاملة ومفاهيم متكاملة. هذه الوحدة الوحدة الإبراهيمية لها جذور تاريخية، لها مباني معرفية في القرآن، وكذلك أيضًا لها منظومة من القوانين والآداب الشرعية، وأيضًا لها مقاصد وأهداف متعالية. كل ذلك سنقتبسه من القرآن الكريم وسنقدم الشواهد أيضا عليه من سيرة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بعد هذا التقرير لم يكن لقاء الحبر الأعظم بآيات الله السيد علي السيستاني لقاء عاديا أو لقاء مجاملات بل جاء إثر المواقف المرجعية الشيعية الإسلامية للدفاع عن كل المستضعفين في العالم والمظلومين والذين تعرضوا لأبشع هجمة تكفيرية في منطقتنا وإفشال المشروع الدموي التكفيري اللاهذ خلف السبي والتشريد والاعتداء على الحرمات وهو ما يدركه العالم اجمع، اضافه للمكانه الفكريه والعلميه والروحيه التي تحظى بها مرجعيه النجف الاشرف في الدفاع عن حق الانسان في الحياه على مدى عمرها الطويل المبني على اساس القران الكريم وسنه الرسول صلى الله عليه واله الصحيحه وسيره ائمه الهدى من ال بيت النبوه سلام الله عليهم. فما هي المغازي الواضحه وغير المعلنه من زياره الحبر الى النجف الاشرف وما هي ابعاد هذا اللقاء التاريخي الذي رحبت به كل الشعوب المحبه للخير والسلام على اختلاف معتقداتها وشرائعها السماويه والوضعيه وكيف نفهم الوحده الابراهيميه بين المحمديه والمسيحيه وما هي الدلالات الواضحه لهذه الوحده حدث اللقاء والوحدة الإبراهيمية بين المحمدية والمسيحية هو محور لقائنا مع سماحة الحجة الشيخ أسد محمد قصير ليسلط الضوء على مخرجات هذا اللقاء. نعم، الوحدة الإبراهيمية تستند إلى جذور تاريخية. بينها القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض فمن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام تفرعت شجرتين طيبتين نورانيتين الشجره الاولى كان اعظمها عيسى روح الله ابن مريم عليه السلام وعليه وعلى نبينا واله الاف التحيه والسلام والشجره ايضا الاخرى التي تفرعت من شيخ الانبياء ابراهيم الشجره الاخرى كانت هي محمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين. فاذا هذه الوحده تستند الى ركن عظيم تستند الى من كان امه في العالمين وهو سيدنا ابراهيم عليه السلام فكان ال عمران وبنت عمران وكان ايضا في الطرف الاخر كان محمد وآل محمد صلوات الله عليهم اجمعين. وهذه الذريه الطيبه المباركه التي كانت وما زالت تلتقي وسوف تلتقي في اخر الزمان ايضا مره اخرى عندما يظهر محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكذلك عندما يخرج او ينزل عيسى عليه السلام ايضا ستلتقي هاتان الشجرتان المباركتان ويتعاونان على اقامه دوله المستضعفين دوله العدل والقسط والنور هذه هي دوله العداله التي سيبنيها ساعدان قويان الاول هو من ذرية محمد صلى الله عليه واله وسلم هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والساعد الآخر هو عيسى عليه السلام فإذا الوحدة الإبراهيمية بين المحمدية والمسيحية بدأت بإبراهيم عليه السلام ولن تتوقف بل سوف تلتقي مجددا في اخر الزمان حيث كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم يعني لعيسى امام في اخر الزمان وهو ابن فاطمه صلوات الله عليه عليها وعليه وعلى آبائهم الطيبين الطاهرين، نعم. سيلتقي ابن مريم العذراء، سيلتقي بابن فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام في آخر الزمن. هذا هو هذه هي السلالة وهذا هذا هو الجذر النوراني لآل عمران وآل ابراهيم ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وجعلها كلمة باقية في عقبه. واما المباني المعرفية للوحدة الابراهيمية بين المحمدية والمسيحية. هذه المباني ايضا بينها لنا القران الكريم اولا بان المبنى المعرفي الاول والاساس والاصل المعرفي الاول للوحده بين المحمديه والمسيحيه هي الكرامه الانسانيه لكل انسان كرامه للمحمدي كرامه وللعيسوي كرامه لكل انسان كرامه لقد كرمنا بني ادم كلكم من ادم لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاسود على ابيض ولا لذكر على انثى كلكم من ادم وكلكم لكم كرامه من الله عز وجل لقد كرمنا بني ادم نعم الكرامه الانسانيه هو الاساس للوحده الابراهيميه بل للوحده الانسانيه التي ندعو اليها اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق كما قال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فالكرامه الانسانيه الله عز وجل جعلها بالتكوين بخلقه الانسان وايضا انزل ما انزل من الكتب وارسل ما ارسل من الانبياء كل ذلك ليعيش الانسان ليعيش الكرامه الانسانيه ليكون كريما وليعيش في دوله كريمه نعم هذا هو المقصد الاعظم للاسلام ولعيسى ولمحمد عليهم السلام والله عز وجل لم يخصص الكرامه لم يخصص قوم دون قوم بالكرامه لقد كرمنا بني ادم وبالتالي لا ينبغي ان يستهزئ قوم من قوم او ان يسخر قوم من قوم او يحتكر قوم قوم قوما اخر لان للكل كرامه هذا هو شعار الاسلام هذا هو شعار القران الكريم بأن الكرامة للجميع الكرامة الإنسانية لكل إنسان كرامة ومن الكرامة يتفرع الكثير من الأصول فالإنسان حر لأن الحرية من الكرامة الإنسان له حريته له حريته في الاعتقاد في إقامة الشعائر الإنسان حر لان الانسان اراد الله عز وجل له ان يكون كريما لا ينبغي للانسان ان يستغل اخاه الانسان لانه هذا لان هذا يتنافى مع الكرامه فاذا المبنى المعرفي الاول هو لهذه الوحده التي نطالب بها ونسعى اليها هي الكرامه الانسانيه وان لكل انسان كرامه بلا فرق بين جنسه وقومه وعنصره ولونه وان اكرمكم عند الله اتقاكم بعد الفاصل سنكمل المبنى المعرفي الاخر للوحده الانسانيه والوحده الابراهيميه بين المحمديه والمسيحيه أما المبنى المعرفي الثاني في القرآن الكريم لنؤسس الوحدة الإبراهيمية والوحدة الإنسانية، هو الرحمة، كما أن الكرامة لكل إنسان، الكرامة الإنسانية، أيضا القرآن الكريم يقدم لنا أساسا وأصلا مهما هو جوهر الدين، وهو الرحمة، والرحمة أيضا للعالمين، الرحمه لكل انسان للعالمين للانسان وغير الانسان ممن خلقه الله عز وجل في هذه العوالم وما ارسلناك الا رحمه ليس فقط للمسلمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فالرحمه للجميع هكذا كان محمد صلى الله عليه واله وسلم بل هكذا كان كل الانبياء وانه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو عنوان كل الدعوات الالهيه هذا كان هو شعار بل هذا هذا كان هو الذي يعني يقدمه كل الانبياء عبر التاريخ في كلامهم وفي خطابهم وانه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الرحمه هي اساس العلاقه بين الانسان ونظيره في الخلق بين المحمدي والعيسوي الرحمه ايضا للعالمين نعم الا من كانت الشده معه هي رحمه للانسان نعم رحماء بينهم اشداء على الكفار الكفار الذين لا يريدون الرحمه للناس الذين يظلمون الانسان والا الرحمه للعالمين والشده مع القاتل والمجرم والمستكبر والمعتدى هي رحمه في باطنها رحمه فاذا الرحمه هي اساس العلاقه بين المحمدي والمسيحي فلا قتال ولا حروب ولا فتوحات عسكريه كانت باسم الاسلام والاسلام منها بريء ولا حروب صليبية دموية باسم المسيح والمسيح أيضا منها بريء لا, ين... لا ينتشر الحق بالسيف لا لنشر الإسلام والدعوة بالسيف ولا أيضا أن نستند إلى, غز... إلى غزو استكباري من أجل أن ننشر التبشير وأن ن... ننشر الفكر المسيحي هذا هو الخطأ الاستراتيجي الذي الذي وقع فيه للاسف الكثير وكل ذلك باسم الدين لا للوحشيه لا لوحشيه الوهابيه هذا الاسلام المنحرف ولا ايضا لنشر الكراهيه والفوبيا وتخويف المسيحيين من المسلمين لا للارهاب الفكري والارعاب الثقافي الذي يمارسه بعض حكام الدول الاوروبيه من خلال منع حتى منع الحجاب منع المراه من الحجاب على اساس انه يخالف يخالف العلمانيه ويخالف الحريه فالرحمه للجميع هكذا كان محمد صلى الله عليه واله وسلم تعامل بالرحمه مع المسيحي ومع اليهودي ومع الوثني ووثيقه يثرب تشهد على ذلك هذه الوثيقه التاريخيه الحضاريه الانسانيه التي اعترف المستشرقون المسيحيون بانها اعظم وثيقه مدنيه حضاريه في كل تاريخ البشريه. وثيقه مدينه يثرب والنبي صلى الله عليه واله وسلم طبق هذه الوثيقه بكل حذافيرها تعامل مع الجميع بالرحمه وبالعدل إلا من خان نعم من خان كان له على كل حال عقابه وجزاؤه وليس أيضا كما يصوره البعض من ما يقال من مزرة بني قريظة هذه أيضا هولوكوست لا صحة لها على الإطلاق النبي حتى مع من خانه أيضا تعامل بالرحمة ونهاية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انهم قال لهم ارحلوا فاذا الرحمه هو الاساس وبالتالي العلاقه بين المحمدي والمسيحي لابد ان تكون علاقه الرحمه والمحبه والسلام وان لا يكون ان لا يكون بينهم الا كلمه سواء وأن يكون بينهم الحوار والجدال لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقول للناس حسنة الناس هكذا يعلمنا القرآن الكريم وهذا أساس مهم في العلاقة وفي الوحدة بين الـ بين ابناء ابراهيم واتباع ابراهيم وبين اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباع عيسى عليه السلام وادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه لا دعوه بالقتال كل ما جاء في القران الكريم من ايات تحث على القتال انما هي دفاع النبي لم يحمل السيف الا دفاعا فقط وفقط إلا أن يستغيث به مظلوم أو مستضعف في بلد من البلدان ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين النبي صلى الله عليه واله وسلم أيضا تعامل بالرحمة كما في وثيقة يثرب تعامل مع النصارى في الجزيرة العربية بكل رحمة عندما جاء نصارى نجران استقبلهم وأحسن استقبالهم ووفادتهم وأكرمهم وطلب الحوار فحاورهم طلب المباهلة فباهلهم أو قبل بالمباهلة وكانوا يحاورونه في مسجده ويكذبونه في مسجده وفي مدينته وكان يتقبل ذلك بسعة صدر وعندما قالوا له يا محمد نريد ان نصلي فصاح الصحابة لا صلاة لكم في مسجدنا فقال لهم النبي لا يصلون الا في مسجدي هذه هي الرحمة المحمدية ومن الرحمة ان نرحم من في الارض ليرحمنا من في السماء نرحم المستضعفين وندافع عن المستضعفين كما كان يفعل عيسى عليه السلام الذي كان يقف في وجه لصوص الهيكل وكما فعل محمد الذي وقف في وجه المستكبرين والمترفين دفاعا عن المحرومين من الرحمه ان نتعاون ونتعاطف مع المعتدى عليهم كما الان في فلسطين وفي اليمن من الرحمه ان نتكاتف تتكاتف المسيحية والمحمدية من أجل المسحوقين من أجل المستضعفين من الرحمة أيضا أن نرحم المساكين والفقراء كما كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم مع فقراء المدينة بلا فرق بين مسيحي وبين يهودي وبين مسلم كما فعلت السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا جاعت ثلاثة أيام وقدمت إفطارها وإفطار أهلها للأسير وهو ليس بمسلم هذا من الرحمة هذا هو الأساس العلاقة بين بين المحمدية وبين وبين العيسوية هكذا كان يفعل عيسى عليه السلام الذي واجه لصوص الهيكل من حماية للفقراء والمستضعفين وايضا هناك مبنى معرفي اخر للعلاقه بين المحمديه والعيسويه ولكن بعد الفاصل المبنى المعرفي الثالث القراني كل ذلك من القران الكريم المبنى المعرفي الثالث لتاسيس الاخوه الانسانيه والوحده الانسانيه الابراهيميه بين المحمديه والمسيحيه هو العداله العدل والعداله العداله للجميع صوت العداله الاسلام يريد ان يكون المسلم والمسيحي ان يكون صوتا للعداله الانسانيه كما كان محمد صلى الله عليه وسلم وكما طبق ذلك علي عليه الصلاه والسلام لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين هذا عنوان عظيم في القرآن الكريم. هذه قاعدة. هذه تؤكد بأن كل آيات القتال في القرآن الكريم هي للدفاع. الله عز وجل أمرنا أن نتعامل مع الآخر، مع الإنسان الآخر، أن نتعامل معه على أساس البر. والبر عظيم. أو إذا لم يكن على أساس البر، على أساس القسط. أن تبروهم. وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين الله عز وجل لا يحب المعتدين يريد العدل يريد أن يؤسس المجتمعات على أساس الكرامة والرحمة والعدل هذا هو عدل محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفع شعارا عظيما إن الله لا يقدس أمة بعد أن رجع المسلمون من الحبشة وأخبره جعفر الطيار عليه السلام بتلك القصة المعروفة هنا قال النبي إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف حقه من القوي بدون تتعطع من دون أن يخاف الفقير نعم وعدل علي عليه الصلاة والسلام وأنا تكلمت في الحلقة السابقة الذي عندما شاهد نصرانياً شيخاً كبيراً قال لهم ما أنصفتموه وجعل له راتب من بيت المال نعم هذا هو عدل علي عليه الصلاة والسلام والعلاقة لابد أيضاً أن تكون على أساس العدل بين المسيح وبين المسلم وبين الإنسان وأخيه الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في القلب من العدل أيضاً أن نقف مع العدالة في وجه الظالمين في وجه لصوص الهيكل المستكبرين والمترفين وما أكثرهم في أيامنا أن يقول الفاتيكان كلا للأمريكي الذي ينهب ويغتصب حقوق الناس أن يقول باب الفاتيكان كما يقول المرجع الإمام الخامن إذا مضل الشريف والإمام السيستاني أن يقول لأمريكا كلا كلا كما كان يقول الشهيد الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه: كلا كلا امريكا كلا كلا لكم ايها اللصوص المت المترفون ايها المستكبرون هذه من العداله من العداله ان تنصر المظلوم ان الله لا يحب الظالمين من من ان ان تنصف المظلوم ولو كان مسيحيا وان تقف مع المستضعفين بل ان تقاتل من اجل المستضعفين ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من العدل ايضا ان تقول للظالم انت ظالم وان تقول للمستكبر انت مستكبر لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار من العدل ان تقول لاهل الباطل انتم على باطل واهل الحق انتم على حق. من العدل ان تنتصر للمظلومين في فلسطين وللمحاصرين في اليمن كما قال اليوم سماحه السيد السيستاني دام ظله الشريف وكما يؤكد على ذلك دائما سماحه الامام الخامنئي دام ظله الشريف. نعم كونا للظالم خصما هذا علي عليه الصلاه والسلام صوت العداله الانسانيه. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا من العدل ان نقف مع المحرومين مع المعتدى عليهم هذا ايضا من العدل كل ذلك يعني الكرامه الانسانيه والرحمه العالميه والعداله الاجتماعيه والوقت انتهى كل ذلك من اجل ان نؤسس مجتمعا ابراهيميا كما سيؤسسه المهدي روحي لتراب مقدم الفداء وعيسى عليه السلام في آخر الزمان ستلتقي الإبراهيمية المحمدية والعيسوية لتأسيس دولة العدل والنور كذلك أيضا إن شاء الله يريد منا القرآن الكريم أن تجتمع الإبراهيمية من أجل تأسيس هذه الدولة دولة السلام والمحبة والرحمة والتعاطف والتكامل و مره واخيرا اقول لكم واطلب من المخرج ان يعطيني دقيقه واحده اقول لكم ان المثل العليا ليست في دبي وليست في الامارات وليست عند شيوخ دول الخليج الذين يقتلون الانسان والذين يذبحون الاطفال في اليمن وفي غير اليمن لا نطلب المثل العليا في بحمدون ولا في دبي المثل العليا نجدها عند القرآن الكريم عند عيسى عليه السلام عند محمد عند علي عند فاطمة نجدها في النجف الأشرف كما وجدها بابا الفاتيكان وكما وجدها أيضا من قبله من زار سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف الذي قال له بوتين أنا لم أؤمن بالمسيح، ولكن عندما نظرت إليك، وعندما تعرفت عليك، رأيت المسيح أمام عيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.